نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كل الأخبار التي راجت بخصوص عدم استئناف منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم، وجاء في بلان الجامعة توصلت شوف تي في بنسخة منها اليوم الثلاثاء تفند الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الخبر الذي أورده أحد المواقع الإلكترونية بخصوص عدم استئناف البطولة الوطنية، مؤكدة عدم توصلها بأي قرار من السلطات المختصة. وأضافت الجامعة في بلاغها تهيب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من الجميع استقاء أخبارها من قنواتها الرسمية، مذكرة بأن أي قرار يهم استئناف البطولة من عدمه سيتم اتخاذه من طرف المكتب المديري بتنسيق مع السلطات المختصة، ويتم إبلاغه لكل مكونات كرة القدم الوطنية في حينها.